يا أستاذ يا أخي يدك في يدي تصمد الأبدي يا أستاذ يا أخي يدك في يدي تصمد الأبدي. نيا اليوم المعلمين المدمجين فوج 2007 العرضيين سابقا لقيام واحد الوقفة ممركزة في الرباط أمام الوزارة للمطالبة باكتساب سنوات اللي اشتغلناها كعرضيين واللي الوزارة ما حسبتهاش لينا. كاين اللي خدم من 1977 وخرج بواحد التقاعد اللي هزيل جدا 900 درهم حتى 1000 درهم زيادة على جبر الضرر. وكنطالبوا هاد السنوات تحسب لينا في التقاعد وإداريا.